بسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. المجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان ظهر الدهور امين. نكمل دراستنا في انجيل معلمنا متى، واجمل دراسه واسهل دراسه هي دراسه الاناجيل. التلات اناجيل الاولانيين متى ومرقس ولوقا متشابهين جدا جدا، لأن كلهم مركزين على حياة السيد المسيح من يوم ميلاده لغاية صليبه وقيامته، الأحداث اللي عملها، المعجزات اللي عملها المسيح، الكلام اللي قاله المسيح، التحركات اللي تحركها المسيح، كلها حاجات جميلة. واللي عايز فعلا يكون عشرة جميلة مع المسيح يركز في الأناجيل. لما تقرأ الإنجيل بالذات الأناجيل الأربعة زي ما بقول لكم، يعني حس إنك مع المسيح. يعني المسيح ما كان يمشي مع تلاميذه ومعاه جموع، خليك واحد منهم. المسيح ماشي كده أمشي معاه، بيعمل معجزة كأنه بيعملها معايا أنا، بيقول كلمة كأن لي أنا. هتلاقي الإنجيل بقى متعة وجميل. فإحنا كنا بدأنا في إنجيل معلمنا متى، وبدأ معلمنا متى بسلسلة أنساب السيد المسيح، وبعدين ميلاد المسيح والمجوس والهروب لمصر. ده كان في الإصحاح الأول والثاني. هناخد إحنا الإصحاح الثالث، نبتدي في الإصحاح الثالث. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية. تعرفوا ان اليهود عندهم الشخص اللي يطلع للخدمة لابد يكون وصل سنه 30 سنة. اي حد يطلع للخدمة لازم يبقى يوصل ل 30 سنة. فان كان يوحنا المعمدان هيبتدي يخدم يبقى عنده 30 سنة، يبقى المسيح عنده قد ايه؟ المسيح يبقى عنده قد ايه؟ 30 الا ايه؟ إلا ست شهور. وإحنا عارفين إن يوحنا أكبر من المسيح بست شهور، لأن الملاك لما بشر العذراء قال لها وذا إليصباطك هي نسيبتك أيضا حبلى في شهرها السادس. فيبقى يوحنا المعمدان أكبر من المسيح بست شهور. وابتدى يوحنا المعمدان يخدم، يبقى بعدها بست شهور هيجي المسيح. وغالبا او كل الشراح يقولوا ان فعلا خدمه يوحنا المعمدان كانت ست شهور بس ست شهور خدم فيها خدمه ناجحه وقويه جدا. هو الحكايه مش بالزمن، يعني ما في انسان يعيش في الارض 100 سنه ومالوش اي تاثير، وفي انسان يقعد سنين صغيره يبقى تاثيره جبار. فإن كانت خدمة يوحنا المعمدان ست شهور، لكن كان لها تأثير كبير، لأن يوحنا إحنا بنسميه يوحنا السابق، يعني سبق المسيح. ويوحنا هو اللي جاي يعد الطريق للمسيح، يجهز الطريق للمسيح. لما يكون في ريس ولا ملك جاي لازم يروح قبليه ناس يجهزوا المكان ويجهزوا السكة ويشوفوا الجو ايه ويمشوا قدامه، ده لازم يهيئوا الطريق. فيوحنا المعمدان مش جاي بيهيئ الطريق زي بتوع الملوك ديت، لا، يوحنا المعمدان جاي يهيئ الطريق، طريق المسيح الى قلوب الناس. يوحنا المعمدان جاي يهيئ طريق المسيح إلى قلوب الناس، يعني جاي يعد القلوب ويجهز القلوب. فابتدى يوحنا المعمدان، في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلا توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. يوحنا المعمدان خدمته زي ما بقول لكم قد قوية ومؤثرة. ليه؟ يوحنا المعمدان كان عايش في الصحراء زي الرهبان او زي المتوحدين، وهيقول لنا الكتاب دلوقتي ان هو كان عايش ازاي. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الابل،
جلد الإبل اللي هي الجمال يعني، ده بيبقى خشن جدا. وكان لباسه من وبر الإبل، ده علامة على زيادة التقشف، يعني كان ممكن مثلا يلبس حاجة ناعمة أو صوف ناعم، لكن يلبس وبر الإبل خشن. وعلى حقويه منطقة من جلد، منطقة من جلد بسيط، علامة البساطة برضو، وبقيت جسمه عريان يعني مش لابس حاجة، وعايش في البرية. وكان طعامه جرادا وعسلا بريا. إن كان الجراد ده الحشرة معروفة بيأكلوها لغاية دلوقتي في بعض البلاد، أو البعض يقول لك إن في نبات اسمه الجراد، ما علينا، لكن أو عايش في الصحراء بيأكل من الحاجة اللي في الصحراء، وبيأكل من العسل. ساعات النحل يروح في الشقوق الصخور كده يعمل العسل أو العش بتاعه يعمل عسل، بقى كان بيأكل منه. وعايش متوحد للصلاة والعبادة والعلاقة مع الله، عشان كده لما بيتكلم كان كلامه له تأثير، ولما كان يوعظ الناس كلها تتهز، لأن كلامه نابع من الحياة الداخلية اللي عاشها مع ربنا. والعجيب إن هو يكرس في البرية، الناس طلعت له في البرية، يعني ما نزلهمش في المدينة عشان يوعظهم الناس موجودين في المدينة، ده الناس اللي كانوا بيروحوا له. طب بيروحوا له على إيه؟ لأنه له جاذبية، له جاذبية، حياة العشرة مع الله لها ريحة جميلة، حياة العشرة مع الله لها نور جميل. عشان كده يوحنا جذب أعداد غفيرة جدا كانت تروح له في برية الأردن ديت يسمعوا كلام. وكان يقول لهم أهم حاجة، توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات، توبوا لأنه قد اقترب ملكوت. دي أهم. حتى المسيح لما جه أول حاجة قالها برضو، قال توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. يا أحبائي، التوبة هي المفتاح. يعني عايز مشكلة تتحل عندك، توب. عايز ربنا يقبلك، توب. عايز تخش السماء، توب. والتوبة دي مستمرة، يعني أنا مش توبت مرة وأنام عليها، لا، ما احنا ضعفة كل يوم بنغلط، يبقى لازم أتوب كل يوم. توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. ملكوت يعني مملكة، يعني مملكة السماء. خلي بالك، كل الناس بتجري وراء ممالك الأرض، وشوف الحروب اللي بنسمع عنها دلوقتي في الأخبار والحاجات دي، حاجة صعب، كله عشان ممالك الأرض. أما المسيح جاء قال لك مملكتي ليست من هذا العالم، أنا مملكتي سماوية. سماوية يعني عالية في السماء. فإن كانت حياتك المسيحية تعيش حياة مسيحية صح، يبقى أنت في السماء، لأن هي مملكة. ومملكة المسيح دي مملكة المسيح في السماء بس، لا، ودلوقتي أنتم ها ملكوت الله داخلكم. فإحنا بنكون مملكة المسيح، بس مملكة المسيح مملكة روحانية مقدسة طاهرة. لو أي حد مسيحي عايش في الشر بعيد عن المملكة دي، يبقى ده حادل عن الطريق وبقى تبع ممالك الأرض. قال لهم توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات، فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل. خلي بالك إن معلمنا متى كاتب إنجيله لليهود، معلمنا متى موجه الإنجيل بتاعه لليهود، عشان كده هتلاقي معلمنا متى يقتبس آيات ونبوات كثيرة من العهد القديم، لأن العهد القديم ده بتاع اليهود. فعشان كده هتلاقي في إنجيل معلمنا متى بالذات
كما قيل في النبي كذا، كما قال النبي كذا، ويقتبس نبوات عشان اليهود يعرفهم ان اللي بيحصل دلوقتي مكتوب عندكم هناك في العهد القديم وفي الاسفار. فيوحنا المعمدان له عليه نبوات في العهد القديم، يعني نبوة في سفر أشعياء أصحاح 40 يقول صوت صارخ في البرد. أشعياء النبي قبل المسيح 700 سنة ولا حاجة. صوت صارخ في البرية، ده عن يوحنا أشعياء بتنبأ عليه. صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب، قوموا في القفر سبيلا لإلهنا. كل وطأ يرتفع وكل جبل مؤكم ينخفض، ويصير المعوج مستقيما والعراقيل سهلا. هنا أشعياء النبي بيتكلم عن يوحنا المعمدان، خدمته هتبقى ايه؟ صوت صارخ في البرية. فعلا كانت خدمته قوية، مش قوية يعني عنف، قوية يعني مؤثرة. فكان زي الصوت الصارخ في البرية. ساعات القلوب بتاعتنا تبقى عاملة زي البرية الناشفة، فصوت يوحنا يهز القلب ده بقى. صوت يوحنا زي القلب، القلوب الجافة اللي عاملة زي البرية. عشان يعمل ايه صوت يوحنا؟ عشان يجهز القاعد طريق الرب. يا جماعة جهزوا، المسيح جاي. المسيح لما يجي يدخل قلبك هيدخله هو مليان بالخطايا ولا لازم يكون في توبة؟ اهو يوحنا المعمدان بيقول لك توب الأول عشان المسيح جاي. أعدوا طريق الرب، قوموا في القفر سبيلا. خلي ايه حتى في القفر في طريق. فيبقى دي النبوة اللي اقتبسها معلمنا متى، بتتكلم عن يوحنا المعمدان نوع خدمته ايه. وعندنا كمان نبوتين اتنين تاني في سفر ملاخي. ملاخي ده قبل المسيح بحوالي 300 سنة. في الإصحاح الثالث في سفر ملاخي يقول ها أنا ذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي. ها أنا ذا أرسل ملاكي اللي هو يوحنا المعمدان يهيئ الطريق. شوف شوف النبوات دقيقة ازاي وواضحة. ها أنا ذا أرسل ملاكي، حتى ساعات يرسموا يوحنا المعمدان بجناحين لأن النبوة بتقول ها أنا ذا أرسل ملاكي. طبعا هنا ملاك معناها ان هو يعني قديس حلو. يعني انت لما تكون ماشي حلو لك ده فلان ده ملاك، ده فلانه دي ملاك. ها انا ذا ارسل ملاكي فيهيئ الطريق امامي، امام المسيح. ونبوه ثانيه كمان تقول ها انا ذا ارسل اليكم ايليا النبي قبل مجيء يوم الرب. هبعت لكم ايليا. وبعدين مرة جم اليهود قالوا له ده بيقولوا انه ايليا جاي. قال لهم ما ايليا جه وعملوا بيه، اللي هو يقصد بقى ما ايليا جه اللي هو يوحنا المعمدان ما جه قبليه وخلاص. فعشان كده يوحنا ياتي بروح ايليا في القوة والشجاعة، في النسك واللبس اللي زي اللبس اللي كان بيلبسه ايليا بالظبط، منتقى من جلد على حقوق نفس اللبس والنسك والبرية والقوة والشجاعة. يبقى دي النبوة. فإن بيقول معلمنا متى تاني بقى، فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة. خلي سبله مستقيمة، يعني طرق ربنا تكون مستقيمة مش معوجة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، ده برضه عشان إن هو جاي على بروح إيليا. وعلى حقوي منتقى من جلد، وكان طعامه جرادا وعسل برية. حينئذ خرج إليه، مش أنا قلت لكم، حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع القرى المحيطة بالأردن. راحوا قولوا ليوحنا، فكان يوعظهم اللي يتوب يعمده
واعتمدوا منه في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. يبقى يوحنا المعمدان كان بيعمد، عشان كده اسمه المعمدان. يوحنا المعمدان اسمه المعمدان ليه؟ عشان كان بيعمد، وكمان هو اللي عمد المسيحي، عشان كده بنسميه يوحنا السابق، يعني سبق المسيح وجاي يعد طريق المسيح، ويوحنا المعمدان وشهيد لأنه هيرودس قتله. فكان الناس كلها تيجي تسمع كلام يوحنا يتأثروا جدا، وياخدهم يقعدوا يعترفوا بخطاياهم وياخدوا يعمدوا في نهر الأردن. المعمودية بتاعت يوحنا ديت للناس مش زي معمودية العهد الجديد. المعمودية بتاعت يوحنا نسميها معمودية التوبة، بس معمودية التوبة، إنسان يتوب يغطسه في المية شاهدة إنه تاب. لكن احنا لما نتغطس في المعمودية هنا بقى في العهد الجديد دي حاجة تانية خالص. لما بتغطس أنا في مية المعمودية في العهد الجديد بتولد ولادة جديدة، وببقى ابن ربنا، وتتغفر خطيتي، وتولد الولادة الجديدة، وبقى ابن لله. يبقى الفرق كبير جدا ما بين معمودية يوحنا ومعمودية المسيح. فلما رأى كثيرين من الفريسيين والصديقيون والصديقيين، انتوا عارفين ان فئة الفريسيين والصديقيين والكتبة والكهنة ورؤساء الكهنة، كل دول فئة رجال الدين بتوع اليهود، أعلى الدرجات بتاعتهم الفريسيين والصديقيون والكتبة والكهنة ورؤساء الكهنة. دول بقى كانوا يهود متعصبين جدا، لكن يا للأسف كل إنسان، خلي بالكم من الملاحظة دي، كل إنسان يهودي فهم الدين بتاعه صح بقى مسيحي أو مش ورا المسيح، والإنسان اللي هو مش فاهم رفض المسيح. زي الكتب والفريسيين دول كانوا ناس ماشيين واخدين الدين لمكاسبهم الشخصية، واخدين الدين شكل وخلاص، ويعلموا الناس تعليمهم وما بيعملوهاش. وانتوا عارفين طبعا المسيح جه في الآخر، آخر ما غلب منهم ادهم قال لهم ويل لكم أيها الكتب والفريسيون، ويل لكم ويل لكم، 8 ويلات ورا بعض. ليه؟ لأنهم عايشين بالرياء، مع انهم رجال دين للاسف. فدول اكتر ناس كانوا بيقاوموا المسيح، تقاوم المسيح ويقاوم يوحنا كمان. ما هو ادم قاوم يوحنا ورفضوه يعني ما تابوش، يبقى يقبلوا المسيح ازاي؟ مش احنا قلنا ان المسيح يخش القلب ازاي؟ انسان يتوب المسيح يخش القلب، هو ده اعداد الطريق. فدول رفضوا ان يوحنا يعد الطريق، ما رضيش يتوبوا على ايد يوحنا، وبالتالي ما لهمش المسيح، او المسيح ما جالهمش، او مش هيدخل قلبهم. فعشان كده راخر يوحنا كلمهم كلام جامد. فلما راى كثير من الفريسيين اللي هم الناس اللي واخدين الدين شكل دول والصديقيون ياتون الى معموديته، قال لهم يا اولاد الافاعي، من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي؟ طبعا هو زي ما قال المسيح عليهم ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، هنا يوحنا بيقول لهم أولاد الأفاعي، لأنهم كانوا جايين بخبث ورياء، وجايين بلؤم يعني، عشان عايزين يوقعوا المسيح أو يوقعوا يوحنا، مش جايين للتوبة مظبوط ولا جايين للمسيح مظبوط. فقال لهم يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ الغضب الآتي يعني يوم الرب أو اليوم القيامة. ما أنت هتقعد تعمل هنا بالرياء وبالشكليات وتضحك على الناس، طب يوم الدينونة هتعمل إيه؟ طب أنت هتقعد تبان أنك أنت رجل الدين القديس،
طب يوم الدينونة لما كل شيء ينكشف ويبقى كل شيء عريان ومكشوف والدواخل كلها تتكشف أمام الله وأمام الناس وأمام الملائكة، هتعمل إيه؟ من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي، يوم الرب الرهيب اللي احنا بنقول عليه في القداس اليوم المخوف المملوء مجدا، لما يجي ربنا كده في مجده وكل الناس تبقى مكشوفة تماما، كل شريط حياتي مكشوف قدامي، قدام الناس، قدام الملائكة، قدام ربنا. طبعا الإنسان يعمل ايه؟ عشان كده التوبة مهمة، الحق نفسك وتوب، والخطية اللي أنا أتوب وأعترف عنها دي مش هتظهر يوم الدينونة، لكن اللي أنا مش هتوب عنها ليس خفي إلا ويظهر، ليس خفي إلا ويظهر. كل اللي أنا بخبيه دلوقتي وما بتوبش عنه هيظهر، هيظهر، واللي أنا بتوب عنه خلاص. يبقى من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. يعني انتوا جايين دلوقتي زي تعملوا بالرياء بتاعكم، جايين ايه زي الناس اللي جايه ديت، الناس الطيبه اللي جايين يتوبوا صح، ويوحنا بيعمدهم هم جايين راخرين. قال لهم هي التوبه شكل، وانتوا فاكرين ان انا بعمل كده شغله؟ لا، ده التوبه لها نتيجه او لها ثمار. اصنعوا اثمارا تليق بالتوبه. يعني الانسان اللي تايب ده تبت عن خطية يبقى خلاص ما برجع لهاش تاني، امال التايب يعني ايه؟ يبقى خلي بالك ان التوبة بتاعتي ساعات بتبقى توبة ملخبطة ومش سليمة. يجي الانسان تائب ويعترف بخطايا ويطلع يعملها هي نفسها الخطايا، طب فين ثمار التوبة؟ الانسان اللي بيتوب تطلع تلاقيه كده عنده خشوع، عنده تواضع، بقى يحب الصلوات، بقى إنسان صادق، بقى كلمته واحدة، بقى عنده عطف. دي النتائج، إن إنسان تاب ساب الخطية وعايش مع ربنا. ما هي التوبة هي بيسموها كلمة توبة يعني تغيير اتجاه. يعني أنا كنت ماشي كده ناحية العالم وناحية الشيطان، غيرت اتجاهي وبقيت ماشي كده ناحية المسيح. اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. لا يمكن تلاقي إنسان مثلا تايب توبة حقيقية ولسه محتفظ بالكبرياء، دي لا يمكن. ده أول ثمرة من ثمار التوبة هي التواضع والخشوع، اللي يقول لك أنا خطيتي أمامي في كل حين، اللهم ارحمني أنا الخاطي، أنا عارف نفسي. ده أول ثمرة من ثمار التوبة هي التواضع والخشوع، الإنسان خلاص عارف نفسه. فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا. هم عمالين يفتخروا بالشكل، عمالين يقولوا إحنا أولاد إبراهيم، إحنا أولاد إبراهيم، إحنا نسل إبراهيم. مرة المرات المسيح قال لهم إن كنتم أولاد إبراهيم فاصنعوا أعمال إبراهيم. الله، يعني عمالين تتشدقوا إحنا أولاد إبراهيم، إحنا أولاد إبراهيم، طب اعملوا أعمال إبراهيم. وهنا يوحنا قال لهم ما تعودوش تقولوا لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم أن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولاد الإبراهيم. إيه يعني؟ إيه يعني أنك تقول أنك أنت ابن إبراهيم؟ وإيه يعني أنت تقول أن أنت ابن إبراهيم؟ أنت الشكل إبراهيم، وتقول أنك أنت ابن إبراهيم لكن ما بتعملش أعمال إبراهيم. وإيه يعني أنك أنت تقول مسيحي لكن صفات المسيحية مش موجودة فيك؟ ايه انا مسيح؟ او احنا اولاد الشهداء، احنا اولاد الشهداء، طب هل بنعمل اعمال الشهداء؟ يعني ده ربنا ما يقدر يعمل من الحجاره بشر، يعني ايه المشكله ايا كان نوعهم يعني. فعشان كده الناس اللي واخده الدين ظاهر بيفتخروا بحاجات ما بيعملوهاش. احنا اولاد ابراهيم، احنا اولاد ابراهيم. لا يوحنا بقى زي ما قال لهم المسيح، يوحنا قال لهم رجع المسيح قال لهم تاني زي ما انتم عارفين. ولا تفتكروا ان تقولوا في انفسكم لنا ابراهيم ابا، لان اقول لكم ان الله قادر ان يقيم من هذه الحجاره اولادا لابراهيم. والان قد وضعت الفاس على اصل الشجره
فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. لما يكون واحد عنده جنينة، جنينة الشجر مثمر يعني، أي فاكهة، وبعدين هو بيتجول كده لقى شجرة مش بتطلع ثمر، كل الشجر اللي حواليها طرع عنب ولا كمثرى ولا أي فاكهة، والشجرة ديت ما بتطلعش، يعتني بيها ويحط لها سماد وما عرفش يعمل لها ايه، يجي برضه ما بتجيبش ثمر، جيبش خلاص، يعمل ايه بقى؟ يجي جايب منشار وقاطعها ومطلعها بره بعيد ويحرقها بالنار، يقول لك لئلا يكون فيها مرض يعدي بقيه الايه؟ الاشجار. هو ده مصير الانسان حتى لو كان عايش في وسط الناس الكويسه. هو زي الفأس قد وضعت على اصل الشجره، كأن يعني ايه؟ يعني عارف ها اقطع ولا هتوب؟ اقطع ولا هتجيب ثمر؟ هو زي الفأس وضعت على اصل الشجره. ده تنبيه حاد للانسان عشان ينتبه ان الفاس محطوطه او المنشار محطوط، ان ما كنتش تجيب ثمر هتتقطع وتتحرق في النار. والان قد وضعت الفاس على اصل الشجر، فكل شجره لا تصنع ثمر جيدا تقطع وتلقى في النار. ابتدى بقى يدينا ايه الفرق ما بين معموديته ومعموديه المسيح. انا اعمدكم بماء للتوبه، ولكن الذي ياتي بعدي على المسيح يعني هو اقوى مني. طب ده يوحنا ده كان قوي، لكن هنا الشهاده بقى بتاعت يوحنا للمسيح، قال ياتي بعدي هو اقوى مني الذي لست اهلا ان احمل حذاءه أو أحل السيور حذائه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. يبقى هنا يوحنا قال لنا المعموديتين واضحة، قال أنا أعمدكم بإيه؟ بماء للتوبة، ولكن المسيح عمدكم إيه؟ بالروح القدس ونار. نار بس، نار مش نار مادية، مش نار مادية، نار الروح القدس تحرق فينا الشوائب والخطايا، دي نار روحية. زي ما حل على التلاميذ ايه؟ ملس ألسنة نار لكن ما ولعتش فيهم، ولكن دي كانت علامة على النار التي تحرق الخطايا وعلى نار الغيرة في الخدمة والكرازة، دي نار مقدسة. فيعمدكم بالروح القدس ونار الذي رفشه في يده. هنا عايز يبين ان المسيح يعني حاجة تانية، يعني انا مجرد نبي او مجرد سابق للمسيح، لكن المسيح حاجة تانية. اولا بيعمد بالروح القدس ونار، بعدين هو الديان الذي رفشه في يده وسينقي بيضره ويجمع قمحه إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار. طبعا هنا جايب من مثل واضح في الزراعة والحاجات زي كده. أنت تعرفوا إن هما بعد ما بيحصدوا القمح بيبقى السنبولة وفيها العود زي ما هو، يبتدي يدرسوها، يقطعوا يدرسوا لغاية ما تبقى إيه؟ عبارة عن تبن مخلوط بالقمح. يجي بقى بالرفش اللي هو المدراة، تبقى زي حاجة شوكة كده كبيرة كده، يدر كده في الهواء، أم ينزل قمح كده والتبن يطير بعيد كده، على ما يخلص الكم ده ينقله من هنا لهنا يكون فصل الايه؟ القمح عن التبن. ياخد القمح يحطه في المخازن بتاعته والتبن. قال لك المسيح هو الديان الذي رفشه في يده وسينقي بيضره، بيدر اللي هو الحقل بتاعنا او الكنيسه او الشعب كله، ويجمع قمحه الى المخازن. ياخد بقى القمح والناس الحلوه ديت ياخدهم معاه في الايه؟ في الحياه الابديه والفردوس والملكوت السماوي،
والتبن بقى الناس اللي هي طلعت كده فالصو دي التبن، الهوى بيطيرها، اللي ملهاش عازة يلقيها في النار. يبقى ده يوحنا المعمدان في كراسته ومعموديته للناس. بعدين هنشوف بقى، نبتدي بقى في حياة المسيح. أول حاجة عملها المسيح، يبقى احنا كده عدى 6 شهور تقريبا في خدمة يوحنا. في آخر 6 شهور جه مين؟ جه المسيح. حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن. المسيح قعد 30 سنة بتوعه تقريبا في الجليل. الجليل دي مقطعة كده فوق في الشمال، واليهودية مقطعة تحت في الجنوب، وفي الوسط كده في السامرة. الجليل دي المنطقة بتاعت الصيادين والناس البسطة والناس الفقراء شوية. اليهودية المنطقة الجنوبية دي فيها أورشليم العاصمة، وفيها الملك وفيها الوالي، وفيها يعني متقدمة قوي. طبعا بيت لحم دي قرية قريبة من أورشليم، يعني في إيه؟ يعني في اليهودية. يعني المسيح لما جه يوسف النجار والعذراء كانوا في الجليل، فمشوا من فوق من الجليل ده المشوار الطويل ده كله لغاية ما وصلوا يهودية وراحوا بيت لحم، وتولد المسيح في بيت لحم. بعد ما رجع من، احنا شفنا المرة اللي فاتت يوم السبت اللي فات، بعد ما رجع من أرض مصر راح على الجليل تاني وعاش تقريبا 30 سنة هناك، أو يعني الباقي من 30 سنة. بعد كده جه هنا بقى في أورشليم، جاي من الجليل. حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه. هذه المفاجأة، هذه المفاجأة. احنا بنقول ان المسيح هو الله الظاهر في الجسد، بنقول المسيح هو الإله القدوس الذي لم يفعل خطية ولم يوجد في فمه غش. ازاي يخش معمودية يوحنا؟ ومعمودية يوحنا دي للتوبة وغفران الخطايا، والمسيح جاي يتعمد. ادي اول نقطه هامه جدا، قد ايه المسيح هنا اتضع وقال لك انا زي بقيه الناس. طب ده انت ما عملتش خطايا، ولو يوحنا واقف كده والناس جايه له طوابير كده تخش تتعمد، الناس اللي جايه تتوب ديت وباين على وشها البؤس والحزن وبعدين الطابور جاي كده، جاي المسيح دخل في الطابور وجاي يوحنا بص وش المسيح مشرق ومنور، قال لك ايه ده؟ هو معقول انا هعمد المسيح؟ معقول؟ ولكن يوحنا منعه قائلا انا محتاج ان اعتمد منك وانت تاتي الي، ده انا المحتاج وانت جاي لي. هذا هو اتضاع المسيح. إن كان المسيح اتضع جدا واتولد في مزود، فهنا في معموديته مزيدا من الاتضاع، اللي يوطي راسه لإنسان عشان يحط إيده عليه ويعمده. والمسيح غلب الشيطان وعلمنا إن احنا مش هنغلب الشيطان إلا بالتواضع. والإنسان المتعالي المتكبر اللي حاسس بنفسه أنه حاجة، هو ده اللي بيتكسر. إلغي ذاتك خالص وقول أنا ما أنا بل نعمة الله العاملة فيا. فيبقى هنا المسيح طب داخل ليه المعمودية، عشان ما ننساهاش دي، المسيح طب داخل ليه المعمودية وما عملش خطايا؟ لازم نحفظ الجملة دي كلنا. المسيح ليس صانع خطايا، ولكن المسيح حامل خطايا، الذي حمل خطايانا. فالمسيح شايل خطيتي وخطيتك وخطية العالم كله، عشان كده اتصلب صليب صعب، لأنه كان شايل خطايا كل يستاهل عليها العقاب ده كله. ليه؟ لأن أجرة الخطية كده. فالمسيح رضي انه يحمل خطيتنا، فدخل الام الصليب بالشكل ده. فالمسيح دخل عند يوحنا في وسط الناس الخطاه، قال انا مش خاطي صحيح، لكن انا شايل خطيتكم وهشيل عنكم وهخش اتعمد نيابه عنكم.
يبقى هنا المسيح أيضا يعلمنا التوبة. عشان أنت لما تيجي تتوب عندك رصيد قوة أن المسيح دخل المعمودية وتعمد معمودية التوبة بتاعت يوحنا. فجي يوحنا قال له إيه؟ قال له أنت تأتي إلي؟ ده أنا المحتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي؟ فأجاب يسوع وقال له اسمح الآن، لو سمحت يا يوحنا، من فضلك يا يوحنا لازم تعمد. يوحنا مش قادر، مش قادر إزاي؟ قال له اسمح الآن، ده لازم يتم، لأننا لي رسالة، أنا عايز أدي البر بتاعي للناس، أخذ خطاياهم، أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. قال له اسمح الآن لأنه ينبغي أن نكمل كل بر. أنا جاي أكمل وأعمل لي رسالة، الرسالة اللي أنا جاي أعملها عشان أخلص الناس من خطاياهم كلها. حينئذ سمح له يوحنا، سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، دخل المسيح اتعمد. يقول لك هنا لما يقول لك صعد من الماء يعني معناه انه كان متغطس، معناه يعني ما رشوش بحبه ميه كده، ويقول لك صعد من الماء، الانجيل بيقول كده. فيبقى اذا كان جوه في الميه متغطس، عشان كده احنا معموديتنا دايما بالتغطيس. لان ليه المعموديه بالتغطيس؟ لان المعموديه مثال موت المسيح وقيامته. يقول لك مدفونين معه بالمعموديه، احنا بنتدفن مع المسيح مثال موته، ونخرج من المعموديه مثال قيامته، نخرج بقى بالحياه الجديده وبالانسان الجديد. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد الوقت الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. يبقى ساعة معمودية المسيح، خلي بالكوا السر، احنا اتفقنا للمسيح هنا بيمثل البشرية بتاعتنا، فكل اللي حصل في المعمودية ده بتاعت المسيح، ده كان بيحصل لنا احنا. السماء اتفتحت، ما المسيح في السماء وفي الارض، لانه هو لاهوت ولم يفارق نسوته. الروح القدس ينزل، ما هو الروح القدس ده روح. لكن هنا المسيح بيعمل لمين؟ للبشرية التي يحملها في نفسه، احنا. فلما المسيح اتعمد السماء اتفتحت له، فالسماء اتفتحت لنا كلنا اول ما اتعمدنا، وما زالت السماء مفتوحة. طب صلي كده شوف هيسمعك ربنا ولا لا. السماء مفتوحة لكل إنسان، والروح القدس نزل مثل. طب هل الروح القدس ده، الروح القدس يعني روح الله، والله غير محدود، يبقى روح. طب هل الروح القدس هو حتة الحمامة؟ لا، ده على شكل حمامة. وهل المسيح هو مجرد الإنسان اللي وقف؟ لا، ده لاهوته يملأ كل مكان، لكن ده ظهور المسيح، ظهر لنا في شكل إنسان زي ما الروح القدس ظهر على شكل حمامة، عشان يبين رسالة المسيح الجديدة، أنها رسالة الايه؟ السلام والحب والاتضاع. والروح القدس وبعدين والآب في السماء يقول هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. يبقى عشان كده احنا بنسمي عيد الغطاس، نسميه عيد الغطاس لأن المسيح اتغطس، ونسميه عيد الظهور الإلهي لأن الآب في السماء والابن في المية والروح القدس الثالوث الأقدس ظهر في يوم المعمودية. لإلهنا المجد الدائم للأبد، آمين.